وعلى حقيقة أحيانا أنا هوني كي نسمع حاجة كيما هكا نبدأ نخمم، فك الأولياء اللي قاعدين يستثمروا في صغارهم، اللي قاعدين يحطوا في برشا فلوس، نخمم في الوليدات هذوما زادة كيف كيف اللي برشا أمل كان عندهم فيها الجامعات اللي يقراوا فيها، فيها المدارس الخاصة اللي يقراوا فيها. كي نسمع عنوان يقول عمادة المهندسين تقرر عدم الاعتراف بثمانية مدارس هندسة، زعم عليش شنو مصيرهم كيفاش اش معناها نحلوا مدارس هندسة و بعد يصير كيما هكا، شنو السبب علاش عمادة المهندسين خذت هذا القرار؟ هذا اللي باش نعرفوه في وقته الآن. في وقته الموضوع متاعنا هو واقع مدارس الهندسة الخاصة مدام مطابقتها المؤسسات لكراس الشروط وإجراءات المعادلة، كيفاش يتم تقييمها من طرف عمادة المهندسين، خاصة وأن العمادة قررت في وقت سابق عدم الاعتراف بثمانية مدارس هندسة. دونك نحاولوا باش نفهموا معنا الموضوع هذية. معنا عميد المهندسين السيد كمال صحنون. صباح الخير ونهارك زين. صباح الخير مدام، بارك الله فيك على الاستضافه، ونقول لك ما عندك ما تخمم، امور مريقله وربي يسر يا رب. ان شاء الله ان شاء الله هذاك شنو نحبوا احنا. نبدا وقتها عماده المهندسين تتدخل وتقرر عدم الاعتراف ببعض المدارس، اكل ماما بالضبط. كما تعرف انه عماده المهندسين هي هيئه مهنيه عندها صلاحيات ممنوحه من الدوله اليها لتنظيم المهنه، وانك باش تجم تزاول مهنة المهندس يجب تكون مسجل في العمادة، وإلا تعتبر منتحل الصفة. في المهام متاعنا من جملة النظر يعني في كيفية التكوين ومغشك يعني التكوين يتولي عندنا، نحب نراو كيفاش متأكدين أنه جودة التكوين الهندسي هي مضمونة بهيك التكوين اللي يوقع. الحقيقة تعربي احنا نعتمد على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ذلك، هيك علاش الوزارة عاملة كراس شروط للمدارس الخاصة، لكن ما عندناش التأكد من مطابقة المدارس الخاصة بارابور لكراس الشروط، وانتم تعرفوا ايش قاعد يتقال في الرأي العام على على عطيان هالديبلومات بسهولة بطريقة اللي معناتها فيها برشا حوايج تبقى للأسف. في بعض المدارس هذا ممارسات موجودة، ما نغطيوش عين الشمس بالغربال، كيما فما مدارس خاصة في كل المجالات اللي هي مميزة وفيها جودة متاع تعليم، كيما فما مدارس هيدا مجعولة فقط باش ناخذوا ديبلومة. بالضبط، وهذا اللي اكتشفناه. دونك احنا في 2018 قمنا بزيارة المدارس هذه للتأكد من الجودة متاعها، وقينا أربع مدارس اللي هي ما هيش مطابقة لكراس الشروط، وبالتالي قررنا وقتها عدم تسجيل الخريجين متاع المدارس هذه. وتوا في 2022 بعد أربع سنوات أعدنا الكرة للنظر في الجودة متاع المدارس هذه، وإحنا نعتمد على كراس الشروط اللي معدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أيوة. في 2018 باش المدارس ولات يعني بقية 24 باش ولاو كونفورم مطابقين لكراس الشروط، تم انتداب مئات دكتور يقريوا في المدارس هذه في جرة المتابعة متاعنا. دونك عودنا توا في 2022 الزيارة هذه، ورينا المرة فاتت رينا على أربعة مقاييس، أربع معايير يعني من كراس الشروط هي فيها عديد المعايير، خذينا أربع برك. المرة هذه رديناهم 14 معيار. دونك في المطابقة هذه نش نلقاو؟ نلقاو في الأخر 20 نجمو نقبلوهم من ضمن البقية الـ 24. شو النقائص اللي لقيتوهم في الاخرين سيكمل. والله هي اساسا هو في مطابقه العدد نتاع الدكاتره اللي هما منتدبين في المدارس هذه، هل العدد بنسبه مئويه معينه بارابور للبقيه اللي قريو الكل، هل اللي قريو فيه قداش البورسنتاج نتاع التيتيلير، قداش فما لي فاكاتير اللي جايين من التعليم العمومي، زاد ما يصيرش انك
السيف نتاع التعليم العمومي يوليو يقريو هنا وهنا، يولي يعني يقري اكثر عدد ساعات من اللاحق يعني بالعربي، يولي مجهوده قاعد يخلص على الدوله بينما هو مجهوده يعطيه لليزيكول بريفي. يعني هي بكل مقاييس موجوده في كل الشروط اللي احنا نطبقوا فيها. بالنسبه للاعتماد الدولي، هل هم متطقين للمطلوب في المجال هذا ولا لا؟ هل هم معتمدين دوليين ولا هل الملف تقدم بالنسبه للي حضروه كان مؤخرا؟ يعني هي هل المخابر نتاعهم قاعدين يقوموا بالمخابر هكية معناتها اللي تدي والحكايات الكل اللي يلزمها يعني برشا يعني مواصفات تقنية، هذا كل قاعدين نشوفوا فيه 14 مقياس شعطانا نلقاو عدد صغير مش كبير بكل صراحة اللي هما مدارس في التعليم الخاص تشرف تونس ومستواهم تنافس التعليم العلومي العمومي اللي هو يعني كمام قيمته اللي هو قيمته واللي احنا رغم اللي معناتها نطلب منهم يزيدوا يحسنوا الجودة هكية فيه برشا نقاس، لكن عندنا دونك بالنسبة للتعليم الخاص عدد معين اللي هو صغير اللي هم يشرفونه. فما العدد الكبير انه مدارس اللي هي ريال ما تحت المستوى شوية ولا اكثر بشوية يعني متوسط نقوله أو قريب من المتوسط اللي هما يبذلوا في مجهود باش يحاولوا يرتقيوا للمستوى هذا. دونك هذوما نكتسوا عليهم شوية، عملنا لهم ملاحظات على أساس أنه منطقيا بعد يرفعوا الملاحظات اللي عملناها مش يوقع انتداب عدد معين، ربما كيف ما منذ 4 سنوات ربما 100 دكتور أخرين يتم انتدابهم أو شيء منه هكا. الرقم ما عندي بكل صراحة. دونك هذا يتسمى مجهود كبير. وعندنا زوز مدارس من هيك البقية 24 ما هماش ذات مستوى، دونك ما قبلناهمش بتاتا، ما انت شيء حشم وضعيتها. وزوز مدارس اخدين ما حبوناش نجيو للزيارة متاعهم. دونك زوز مدارس من غير شك عندهم علاش، يعني يعرفوا اذا كان ماشي نراقبوهم ماشي يتعرى عليهم المكب. دونك احنا ثم 4 معناتها من 2018 ما قبلناهمش وزدنا هالاربعه هذوما. دونك اون تو عندنا 8 بالجمله. دونك عملنا تقرير تاليفي في هذا الكون وبعثناه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مع العلم راهو مشكور السيد وزير يعني ريل ما معناتها هو يترقص التقرير بتاعنا لانه يعرف مجهود كبير، لانه التقرير قاموا به اساتذه مهندسين اساتذه جامعيين اللي يقريوا في التعليم العمومي او هما دكاتره مختصين عندهم يعني شهادات، يعني مهندسين مختصين في اللوديت عندهم شهادات في ذلك. وحاولنا باش الناس هذوما ما عندهمش تضارب مصالح، يعني على اساس انه ما هماش قاعدين يقريوا في ليزيكول بريفي وما عندهمش اولادهم قاعده تقرا في ليزيكول بريفي. هذا تثبتنا منه لانه الملف يعني كما تعرف معناتها ما يقعش التشكيك زاده في ارائهم وكل شيء. وطلبنا من السيد وزير التعليم العالي اللي هو مشكور معناتها وعدنا انه الملاحظات اللي عملناها الكل ماشي يتبعها في الوزاره. سؤال توا، هذوما الثمانية مدارس قاعدين مواصلين العمل نتاعهم؟ دونك انا المدارس هذه انا اللي نحن كعماده خرجنا بلاغ في الصائفه يعني قبل دخول التلامذه، قلنا لهم التلامذه اللي قاعده تقرا تو في المدارس هذه كان واصلوا تسجيلهم، لانه يعني احنا ما بدانا في عماده المهندسين لا نرتهن المواطن بالضبط كمبدا هيك. علاش يعني يبدا واحد مسجل ديجا شنو يعمل؟ يقرا تو حكايه مريقل يعني نهار اللي يكمل الدبلوم نتاعو يجي نسجلوه، لان ما علمتوش قبل لا يدخل. اما اللي ماشي يدخل جديد يتحمل مسؤوليته. انا ما نسجلوش، عملنا بلاغ نهار اللي وزاره التعليم العالي تعمل له تدقيق معمق ويخرج تقرير اللي هو مريقل وقتها. سي كمال انتم هبطتوا قائمه فيهم هذوما باش الناس تعرف؟ من غير شك بالاسماء هبطنا قائمه في العشرين مدرسه اللي احنا عملنا لها زياره واللي احنا مقتنعين اللي هي مطابقه لكراس الشروط نتاع الدوله التونسيه. داكوغ. دونك بالنسبه للي هما ما همش مطابقين واللي انتم يعني قررتوا عدم الاعتراف بهم، التلامذه ولا الطلبه اللي قاعدين ديجا مقيدين
قبل ما انتم تزوروهم باش يكملوا الباركور نتاعهم ومن بعد تقيدوهم. بالنسبه للناس اللي قيدت جديد بعد القرار نتاعكم يتحملوا مسؤوليتهم. بالضبط وهو كذلك يا مدام. ان شاء الله تكون المعلومه وصلت لهم ووصلت اللي باراه، خاطر ساعات زايده ما تبالوش. وصار هذا عندك شي فكره لو كان تسمح سي كمال سحنون، هكا عدد الطلبه اللي يقراوا في الخاص في تونس، شويه ارقام العدد الجملي نتاع مدارس الهندسه الخاصه المعترف بها؟ شوف احنا الدوله التونسيه قاعده تخرج سنويا في 8500 طالب جديد سنويا، اشترهم من التعليم العمومي اللي هو ذا قيمة وجودة مرتفعة، واشترهم من التعليم الخاص. منذ سنوات التعليم الخاص كان البورسنتاج صغير وصغير جدا، توا قاعدة البيراميد تتقلب، يعني قاعد النومبر متاع التعليم الخاص يضعف. هيك علاش انه ما نحبش انه ايا كان يجي يقري وايا كان ديجون ما عندوش المستوى المطلوب انه يجي لحد. وصلنا نلقاو يا مدام، وهذه ذات اهميه كبرى، ناس عندهم بكالوريا جغرافيا ولا تاريخ، اللي ما عندي حتى شيء ضدها الصغرى، ولا صحافه كيف انتم ما عندي حتى شيء، لكنه هو صحافه تلقى يعطيوا الدبلوم نتاع جيني سيفيل ما يصيرش يعني. دونك هو يعني كل حاجه ما يقابلش ما تقابلش يعني. دونك يلزم الجوده ذات اهميه. توا التعليم الخاص احنا ما احناش ضده، هي اليه من الاليات، هي سياسه الدوله، احنا منسجمين مع سياسه الدوله، ندعم التعليم العمومي بصفه كبرى، لكن التعليم الخاص هو يعين الدولة باش يرفق عليها، لكن ما يلزمش هذا يولي بيعان دبلومات. هيك علاش دونك توا عندنا 8500 قاعدين يخرجوا من تونس، اشترهم خاص واشترهم عام عمومي بليتو، والله غالب قاعدين 6500 يخرجون للخارج يخدموا في الخارج. بالضبط 6500 هذوما ما هماش انه من مكتب يمشي طول للخارج، يلزموا ياخذوا تجربه يتعلم المهنه في الاقتصاد التونسي، وبعد نهديوهم على طبق من ذهب الى اقتصاديات العالم، بعد ما صرفت عليهم الدوله التونسيه كل واحد تصرف عليه ما اقلش من 100,000 دينار باش يولي مهندس. الطالب يتكلف 100,000 دينار بتاعي. 100,000 دينار طالب هندسه يتكلف على الدوله. نعم باش يتكلف على الدوله، يعني اذا كان في العام 6500 650 مليار بالمليم التونسي، 650 كل عام الدولة التونسية تهدي إلى اقتصاديات العالم 650 مليار، يعني عبارة كل عام تجي تعمل مستشفى جامعي أو أطروط أو كلية، يعني هذا واش معناتها 650 مليار؟ تهديهم للخارج، فرنسا والمانيا وامريكا ودول الخليج وافريقيا. لانه سي كمال تاكيدا لكلامك، من اكثر الاختصاصات اللي عليها اجماع في جوده التعليم ما بين العمومي وما بين الخاص هو الاختصاصات الهندسيه اللي هي مطلوبه من، يعني نحكي على تونس، من العالم اجمع. هي بالضبط علاش هايله، يعني هما اللي قاعدين يخدموا تو، اللي قاعدين يخرجوا تو، هما اللي قراتهم المدرسه الوطنيه، اللي خرجوا في اول يعني هيك السمعه خذات من التعليم العمومي. بالضبط دونك احنا ما يلزمش هالتعليم الخاص انه لانه هو ما يخرجش من المكتب طول الغادي، بعد 10 سنوات تولي تظهر لي الكاليتي تحت. احنا يلزم المهندس يقع قيمته معترف بها دوليا، لكن توا نحبوا في عوض انه نصدروا هالطاقات، في عوض لانه المهندس شنو خدمته؟ هو خلق الثروه. يعني في عوض انه يمشي يخلق الثروه للاجانب، يجي يقعد هنا ويخلق الثروه، يعني نحبوه المهندس يولي يعمل ستارت اب نتاعو، يعمل المشروع نتاعو، ونصدروا المنتوج نتاعو، ونصدروا الخدمات نتاعو. هذايا كيفاش يصير؟ المنوال التنموي يتبدل منوال تنموي مبني على اقتصاد المعرفه. انت كيف تمشي لهونغ كونغ وسنغافوره وماليزيا وكوريا واليابان وتوا تركيا، هذم الكل بدلوا المنوال نتاعهم، كانوا كيفنا في السبعينيات والثمانينيات نتاع القرن اللي صارت، كانوا كيفنا ضعفاء، توا بدلوا
المنوال نتاعهم راهو ولاو معناتها على اقتصاد المعرفة لأنهم يعني بدلوا ارتكزوا على منوال بتاع اقتصاد معرفة. وهذا هذا ما أكد عليه في أول كلمة ليها سي بودربيلة رئيس مجلس النواب على اقتصاد المعرفة، وإحنا أنا سوليني الكلمة هذية وقتها. إن شاء الله هونتوكا نمشيوا للتطبيق هذية وقايت، لأنه البلاد تعبة الحقيقة وعنا من الإمكانيات البشرية من المعرفة معرفية قادرة وأنها باش تنهض بهذه البلاد. المهم الإرادة والمهم الأساليب زيدة وتوفير الآليات وكل شيء. يعطي الصحة سي كمال سحنون عميد المهندسين على كل هذه التوصيات.